الأصحاح العاشر. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني،
ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.